هذا البرنامج برعاية بالون المعدة جاستري بول. مرحبا، معكم علاء أبو دياب نورت السويد. حلقتنا اليوم من هلسنبوري من مهرجان سينما المرأة العربية. من فرحتنا بهذا المهرجان جينا نغطيه، مش رح يكون كتير كوميدي بس رح يكون عن جد نورت السويد، مخرجين، فنانات، ممثلات، نشاطات بنفتقدها كعرب بالسويد. فهلأ منشوف الموجودين ومن قبلهم نتمنى تنبسطوا معنا. تفضلوا. على الشيخ، انت اللي عامله كل هالليلة هاي؟ لا يعني مش لهالدرجة، يعني انا مبرمجة الافلام هاي الدورة. مبرمجة الافلام؟ انا اللي اخترت الافلام. اوكي، بس فيش حدا كان يختار لك الجاكيت؟ لا معلش، يعني حبيت انه هيك يكون بضوي. شو بضوي؟ حسب فكرتك ايليان، فضائي، انسان، كائن فضائي. طب خليني انا كائن حلو فضائي. حلو، حلو. لا انا اصلا كائن فضائي. طيب شو الأفلام اليوم اللي راح تكون معروضة؟ اليوم عرض الافتتاح اللي هو مسافر حلب اسطنبول لمخرجة تركية وبطولة صبا مبارك. بيحكي عن اللاجئين السوريين طبعاً، اللي هو الحديث. ايش في كمان أفلام؟ في طبعاً يعني في كمان فيلم طويل اللي هو هذا زهرة الصبار، فيلم مصري لهالة القوسي، فيلم كتير حلو راح يحبوه هون الناس بالفعل، يعني هيك رقيق وفيه ميوزك موسيقى. في كمان أفلام قصيرة كتير مهمة، تقريبا 4 أفلام لمخرجين كتير مهمين من الإمارات، من السعودية، من المغرب، من الأردن. في فيلم فلسطيني غزة بعيونهم ولما يعود، هذا رح يكون كمان في إله ندوة كتير مهمة رح ينحكى فيه عن ظرف صناعة الفيلم للمرأة الفلسطينية، للمخرجة الفلسطينية. موضوع كبير، الموضوع مش تعرف إحنا خلصنا كل مشاكلنا بفلسطين وضل مشكلة. حلو حلو، إحنا عجب مشكلة المخرجة الفلسطينية. أنتوا عشانكم جايين من برا تعرفوش إنه هاي الأشياء هون قليل ما تصير، فإحنا مبسوطين فيها. تحديات وهيك. إحنا عنا كتير تحديات. حنحكي عن التحديات. وفي افلام وثائقي، في فيلم من الاردن كثير مهم كمان لوداد شفقوج اسمه 17، بيحكي عن فريق كرة قدم لبنات 17 سنة وكيف وصلوا لكأس العالم. يعني افلام طبعا اهم الاشياء انه افلام بصناعة النساء، هذا اهم ما يميز المهرجان، ما المولى دعم المرأة طبعا، انه بيعطي هاي المساحة للمخرجات النساء بالوطن العربي انهم يقدموا افلامهم. كيف لقيت صدمة البرد اول ما جيت؟ انا يعني شخصيا بحب بس على البرد، كوني عايشة بالإمارات. نورت السويد. مرحبا. مرحبا. فنانة صبا مبارك أول مرة بالسويد؟ لا أنا شوي تاني بكون عايشة زيكم بالسويد. أنا صورت هون فيلمين، قعدت توتل سنة على مدار 2 years، وبعدين اجيت عمالمو على الفستيفال السنة الماضية، كنت عضو لجنة التحكيم، والسنة هي فيلم نعم بنت بلد مهرجان يعني. ولا حكينا عن فيلمك هذا. الفيلم اسمه مسافر حلب اسطنبول، هو إنتاجي أنا ومجموعة من الشركات التركية، إخراج الأستاذة أنداتش أغلو. الفيلم بيحكي عن لاجئتين سوريتين بيقطعوا الحدود من حلب مروراً بإسطنبول، والجيرني هاي الرحلة تبعتهم. وبس متحمسين هيك نشوف الفيلم بين جمهوره ونشوف شو رد فعلهم. موفقين. برد مش عامل لك مشاكل؟ البرد بمالمو اليوم الثلج غير شكل. هاي من 20 سنة صفر. ما اجتش. صح، غريب انه بمارتش معقول بيكون احسن من هيك الجو بالعادة. بالعادة احنا بمارتش كل شرطة. يلا جبنا لكم الخير. شكرا لك، نورتينا ونورت السويد. خليك. شكرا شكرا. مرحبا. اهلا. فينا بحال وداد شفقوج، مخرجة أردنية. يا هلا. وداد، شو الفيلم جاي فيه اليوم؟ فيلم 17 بيحكي عن بنات تحت سن 17 لعبوا بكأس العالم ب 2016 بالأردن. بنات كرة قدم. بنات عمرهم 17 لعبوا بال 2016 بكأس العالم. أوكي، أرقام هيك صح. لكرة القدم. صح. شو صار معهم؟ ما فازوا. عملت لهم فيلم عشان عشان أشجعهم للمرات الجاية إنهم يفوزوا. ماينا نعمل حالنا منعرفش بعض ونعمل إنه ماي من وين حضرتك؟ من رام الله. من رام الله. حلوة هاي المقابلات. ماي مخرجة أنت طبعاً، هذا يعني الناس هون تتعرف عليك. مخرجة من رام الله، جايب فيلم، شو اسم فيلمك؟ غزة بعيونهن. غازة باي هير. غزة في عيونهن، اللي هم مين؟ بعيونهن. بس عليك تعرفش عربي. بعرفش عربي منيح. اللي هم مين؟
هني أربع صبايا من غزة ونتعرف تقريبا على أحلامهم وعلى مشاكلهم وعلى تطلعاتهم للمستقبل ونتعرف تقريبا على حياتهم كمان بغزة. صور في غزة؟ صور بغزة من خلال مخرجة صغيرة اسمها ريهام غزالي، لأنه أنت زي ما بتعرف أنه أنا ما بقدر أروح على غزة، فأنا أخرجت عن بعد. طبعا هي كمان قصة أنه الفيلم تم إخراجه بدون المخرجة. تتوقعي حضور عربي هون أو أغلبه سوديين؟ أنا بفكر يكون في حضور عربي وسويدي، لأنه إحنا منعرفش كتير قصص داخلية عن غزة. يعني بنسمع دايما عن الحرب، إيش الإشياء الإعلام اللي بتحكي، بس نعرفش قصص داخلية حميمية اللي بتنقلها الأفلام. أنا بفكر هاي فرصة كتير كبيرة إنه مهم جدا نشخصن الموضوع، يصير في قصص أشخاص نتعلق فيهم أكثر ما تكون. يعطيك العافية ماي، نورت السويد. أهلا أهلا، نورت منورة فيك خير. الله يسعدك. مرحبا عم. الله يخليك. عرفنا بنفسك. أنا خالد عيسى. من وين؟ هلأ من وين كتير، أنا من كتير يعني. من وين يعني؟ آخر محل. آخر محل من السويد. بس هو إذا بدنا نرجع من وين، إحنا أصلنا من الشجرة قضاء طبرية. بلد ناجي العالي. بلد ناجي العالي. طب عم اليوم مهرجان سينما المرأة. شو بتعمل هون؟ والله أينما تكون المرأة المفروض الواحد يعني يكون. يكون. بس على كل حال هو يعني مهرجان مالمو، هو هذا المهرجان يقام على هامش المهرجان الأصلي. فالحقيقة إنه مهرجان مالمو قدر إنه يكون مهرجان عالمي للسينما العربية في وقت بصراحة إحنا بحاجة لصورة أخرى عن العرب. عن العرب يعني يعني بصراحة صورتنا يعني لا منيحة والله. لا بتجنن. فالحقيقة إنه مهرجان خاص بالمرأة العربية ممتاز في الغرب، أكيد ممتاز. هلا من خلال السينما ممكن نعرض صورة أخرى للمرأة العربية يعني. وطبعا لازم نقول إنه هالأشياء لازم يصير منها أكثر عشان طبعا نختم فيها. طبعا نورت سويد عم حبيبي. الله يرضى عليك. شكرا.